حلمي، مين المطرب اللي تحب تلحن له من المطربين الموجودين؟ في كتير قديم جديد مش مهم، مين؟ اقول لك من الجداد علشان الناس حاليا. طب خلينا في حاليا. بان انا ضد، لا انا مع. الله. صوت شيبه حلو طبعا ومقاماته حلوه. الله. حجاج طبعا، الالفه بتاعهم في الجيل ده دلوقتي، ولد فاهم بيقول ايه، وبعدين يتشكل غناه في مليون سكه. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف. يروح في الشعبية، يروح في العاطفية، يروح حجاج في كل شيء. ولا حجاج. حجاج. أيوة. حجاج. أيوة. تمام. تمام. خلاص. تمام. في ولد تاني اسمه حراوي، انا معرفش بيت اسمه. انا سمعته، دورت على صوته اسمعه. الله. في رضا اسمه، رضا البحراوي. رضا البحراوي هذا الولد انا بقول له انت قدامك مستقبل، لان انت كنت بتسالي على مطرب الموال. ده عبقري غنى موال، وبعدين ممكن ياخد من الموال ويركب غنى ريتميك. عارف الاغنيه بتاعت حكيم المشهوره قوي 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 دي بتاعت رضا البحراوي؟ ممكن. اللي هي اللي غناها في عندنا اصوات. بصي حلو. وشيماء ايه رايك فيها؟ شيماء من احلى الاصوات حبيب قلبي، ولكن عايزه تغني كل حاجه. لا حاجه تليق عليها طبعا. يعني طبعا. ايه الغنى دايما يقول لك شبه المطرب، لما يبقى شبهه ينجح. زي الاخت لما غنت ثلاث سلامات. خشونة الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجة شوية. النهاردة احنا بنقول ان خشونة الركبتين مراحلها الاولى الثانية الثالثة مراحل سهلة التعامل معها. البلازما الغنية بالصفائح الدموية بتعيد بناء الغضروف. يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجة خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجة ولا في اي نوع من التعرض لاي خطورة. الناس مش متخيلة نتيجة البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.